هي دي صورة لويس هاملتون اللي انتشرت على السوشيال ميديا امبارح من بعد تتويجه بلقب بطل العالم للمرة 7 على التوالي في سباق الفورميلا 1، واللي فاز فيه كمان بالمركز الأول. يعني الفوز كان دبل والفرحة عاشها فرحتين، ويمكن ده لأن فوزه بلقب البطولة للمرة 7 بيخليه حقق التعادل مع بطل العالم السابق مايكل شوماخر في عدد المرات طبعاً اللي حصل فيها على نفس اللقب، وده كان خلال مسيرته في عالم بطولات الفورميلا 1. وطبعاً هاملتون لما وصل على خط النهاية في السباق ما كانش مصدق نفسه وأنه هو اللي فاز، وما قدرش يمسك دموعه وفضل قاعد في عربيته بيبكي ومش قادر يطلع منها من كتر ما هو متأثر. وطبعا باقي نجوم الفورميلا 1 السابقين منهم سيباستيان فيتال بطل العالم 4 مرات هنا ودردش معاه أكتر من مرة، وكمان سيرجيو بيريز سلم عليه وهناه بالفوز. وفي كلمته هاملتون شكر كل فريق العمل وعيلته وأصدقائه على دعمهم الدائم ليه، وحب أنه هو يوجه رسالة لكل الأطفال وقال لهم أن هم يحلموا وما يسمعوش لأي حد بيقول لهم حلمكم مستحيل. مفيش مستحيل يا جماعة. طبعاً تعادل لهاملتون بعدد المرات اللي توج فيها بطل العالم مع شوماخر كان العنوان الموحد في مواقع وصفحات الصحف العالمية، والخبر عمل باز كبير جداً بين الناس وكمان النجوم اللي تفاعلوا مع الحدث. وشفنا نعومي كامبل نشرت له صورة عندها في إنستجرام وباركت له وقالت له أنت مش عارف قد إيه أنت ملهم للناس، ناس كتيرة طبعاً كإنسان وكبطل عالم في الفورميلا 1 لسبع مرات من ذوي البشرة الملونة. وكمان السوبر موديل ويني هارلو وآشلي جراهام وكمان ميلي بوبي براون ونيمار اللي وصفوا بالأسطورة كلهم باركولو لهاملتون اللي نشر تهنئتهم ليه على الستوري عنده في انستجرام. وكمان هاملتون وباقي نجوم الموسم من سائقي الفورميلا 1 هيكونوا على موعد جديد مع جمهورهم في المنطقة، وده هيكون خلال بطولة جراند بري البحرين اللي هتبدأ يوم 27 طبعا مع التمرينات، ويوم 28 مع الكواليفاينج دي، ويوم 29 هيكون يوم السباق.